أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من أحداث وأصداء. على خلفية تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال بغاز الأعصاب في بريطانيا، جاءت خطوات دول غربية بطرد أكثر من 100 دبلوماسي روسي. هذه الخطوة أعادت مخاوف من تطور الأزمة الحالية والوصول إلى حرب باردة جديدة بين الدول الكبرى، مما قد يجر بقية دول العالم إلى الاصطفاف إلى أحد المعسكرين كما حصل في السابق. ويحتد الخلاف في الوقت الحاضر بين الغرب وروسيا على ملفات حارقة مثل سوريا وليبيا وأفغانستان وغيرها. ويعد طرد الدبلوماسيين الروس الأزمة الدبلوماسية الأكثر خطورة بين روسيا والغرب منذ ضم القرم إلى روسيا عام 14 و2000. كما أظهرت هذه الأزمة تماسكا كبيرا بين الدول الغربية والمملكة المتحدة. وفي رد فعلها اعتبرت وزارة الخارجية الروسية الإجراءات غير ودية وتعهدت بالرد عليها، معتبرة التضامن مع المملكة المتحدة هو تصعيد للوضع وليس امتصاص لآثار الأزمة. ويرى مراقبون أن طرد الدبلوماسيين الروس لن يضر كثيرا بمصالح روسيا التجارية والاقتصادية، ولكنه قد يؤدي إلى عزلة روسيا وربما قطيعة دبلوماسية كاملة. هل ستتحول الأزمة الحالية إلى قطيعة دبلوماسية فعلا كاملة بين روسيا والغرب؟ وما هي خيارات روسيا في الرد على الموقف الغربي؟ هل أن روسيا معنية اليوم باحتواء الأزمة أم بتصعيدها؟ أسئلة نحاول الإجابة عنها في سياق حلقة اليوم. أرحب بضيفي في الاستوديو الأستاذ جعفر لكحل الكاتب والمحلل السياسي، مرحبا بك أستاذ جعفر. والأستاذ محمد المدحجي الكاتب والإعلامي، مرحبا بك أستاذ محمد. أهلا بك أستاذ جعفر. أبدأ معك، يعني منذ أن بدأت أزمة هذا تسميم الجاسوس الروسي الأصل البريطاني تتصاعد هذه الأزمة، وصلت إلى 109 تقريبا الآن دبلوماسي طردوا، فالكثير يكتب الآن نحن في أجواء عودة حرب باردة. هل نحن فعلا في هذه الأجواء أم من المبالغة القول نحن بصدد العودة إلى هذه الحرب الباردة؟ أعتقد هنالك مبالغة في القول أن الأجواء تشي بعودة الحرب الباردة إلى دول شرقية وغربية. نعم. الاتحاد الأوروبي الآن مع اصطفاف مع الولايات المتحدة الأمريكية في مقابل روسيا، هنالك تصعيد، هذا صحيح، لكن في رأيي التصعيد هو محسوب. ودعني أوضح قليلا، بريطانيا عندما تعرضت لحادث تسميم على أراضيها لهذا الجاسوس الروسي اعتبرت أن هيبتها اهتزت، وخصوصا رئيسة الوزراء اعتبرت أن هيبتها في المحك، خصوصا أن تريزا ماي تعرضت لانتقادات خلال الأشهر الماضية بسبب سياستها ومواقفها في الخروج من الاتحاد الأوروبي. كانت غير يعني مرتبكة، جيدة مرتبكة إلى حد بعيد. فاستغلت هذه المناسبة تريزا ماي كي تسجل موقفا يحسب لها أنها موقف حاسم يستعيد لها بعض شعبيتها المتهالكة. فكان لابد من اتخاذ قرار يصور وكأنه حاسم. فجرى إعلان طرد الدبلوماسيين الروس، لكن ليس في رأيي المهم هو الرقم الذي طرد 23 دبلوماسيا. منح هؤلاء الدبلوماسيون مدة أسبوع. نعم. يعني لو كان قرارا حاسما لكان منحوا 24 ساعة أو 48 ساعة على الأكثر. صحيح. أستنتج أن تصعيد محسوب. الدول الأوروبية التي يعني نجحت تريزا ماي في حشد الدعم الأوروبي، لكن هذا الدعم الذي تجسد في طرد الدبلوماسيين هو رمزي أكثر منه فعلي. السبب الرئيسي يخص الدول الأوروبية وبريطانيا خاصة عموما مع العلاقات الاقتصادية التجارية مع روسيا. هنالك علاقات عميقة جدا من التعاون الاقتصادي وخصوصا الغاز. دول أوروبية تستورد الغاز من روسيا. هل تعلم والمشاهد الكريم يعلم أن التبادل التجاري بين ألمانيا وروسيا العام الماضي ارتفع بين 40 إلى 50%؟ هنالك مصالح عميقة لا تستطيع هذه الدول أن تفرط بها هكذا. فلذلك التصعيد ربما الآن الكل ينتظر ماذا سيكون رد فعل روسيا على طرد الدبلوماسيين الروس. بالتأكيد روسيا موسكو سترد،
وتطرد دبلوماسيين أوروبيين وأمريكيين أيضا. جميل. لكن السقف الذي يمكن أن يصل إليه ليس، لا أعتقد أن الجميع يعني يريد أن تصل الأمور إلى قطيعة، إلى قطيعة وحرب باردة. وخصوصا الولايات المتحدة، دعني أقول أخيرا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ ما قبل مجيئه إلى الرئاسة الأمريكية وهو يود أن يعقد صفقة ما مع الرئيس بوتين، من كل تصريحاته كانت تشي بأنه يريد أن يعقد صفقة، لكن الذي عطل هذه الصفقة هو المزاعم عن تدخل روسي في الانتخابات. قصة الجوسسة. نعم. في أستاذ محمد، هل توافق على أنه هذا التصعيد هو محسوب وهناك سقف لا يمكن تجاوزه، لأن الجميع يحتاج الجميع، روسيا تحتاج الغرب والغرب كذلك يحتاج روسيا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية تحياتي لحضرتك وضيفنا الكريم والسادة المشاهدين الأعزاء. طبعا السقف واضح، يعني لا يريد الغرب أن يتجاوز سقف معين. إذا أخذنا أسس العلاقات، الاقتصاد الروسي هو الآن اقتصاد ليبرالي رأسمالي، يعني حينما كان الاتحاد روسيا كانت اتحادا سوفيتيا واقتصادها شيوعي، لم تصل الحالة إلى قطيعة حتى بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، وهناك كانت علاقات ما بين الطرفين وخط ساخن وغيرها من أشكال التواصل. فالموضوع اقتصاديا، لأنه الاقتصاد هو الأساس يبني السياسة يبني الدبلوماسية. نعم. اقتصاديا لا البنية الاقتصادية الروسية ولا تشابك هذه العلاقات الاقتصادية يسمح للغرب أن يصل إلى قطيعة. أنا أرى أن الغرب يريد يضع حدا لطموح بوتين. بوتين الآن يتدخل في جميع دول الغارة الأوروبية، لا نقول جميع، في الكثير منها، وقالها بالحرف الواحد قبل سنتين، روسيا ستتدخل في أي مكان يتواجد مواطن من أصل روسي، وليس فقط جاسوس، لا، مواطن عادي، وقال سندعم مصالح المواطنين الأوروبيين من أصل روسي. لا. ونراه تدخل بشكل غير مباشر بالانتخابات الإيطالية أيضا، هناك قادة من الأحزاب الإيطالية المعارضة للحكومة السابقة زارت بروسيا والتقت ببوتين بالعلن. ماري لوبن المرشحة الانتخابات الفرنسية اليمينية التقت ببوتين، والإعلام غطى ذلك دون أي لف ودوران. فالاتحاد الأوروبي الآن يحاول أن يبعد أطماع بوتين وخطته لبسط سيطرته وتوسيع حوزات نفوذه في أوروبا، خاصة في أوروبا الشرقية. لا ننسى أن روسيا لديها ثأر أو لديها طموح أو لديها أطماع لاستعادة أوروبا الشرقية، لأنها كانت حوزات نفوذ وارسو. نعم. اتحاد وارسو. وروسيا تريد أن تبعد الحلف الأطلسي، لأن هناك أيضا صراع عسكري أو منافسة عسكرية، تريد أن تبعد الاتحاد الحلف الأطلسي إلى خلف أوروبا الشرقية، وتعتبر هذا الحزام، حزام أوروبا الشرقية، هو صمام أمان للأمن القومي الروسي، امتداد طبيعي للروس. نعم. فكل هذه المواضيع، يعني أنا أرى أن الموضوع يتعلق بمنافسة بقدر ما يكون قطيع. طيب أستاذ جعفر، يعني ما أشار إليه أستاذ محمد أن هناك ملفات حارقة قديمة حتى بين أوكرانيا، جزيرة القرم، حتى أفغانستان، ما يحصل في أفغانستان، في سوريا، في ليبيا كذلك، هناك أخيرا محاولة تواجد روسي في 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 ليبيا ودعم بشكل ما لخليفة حفتر ولغيره. هل فعلا هذه التجاوزات، ربما خاصة ما حصل في القرم مع أوكرانيا، هل هي كذلك داخلة في هذا الباكج كله، يعني وهي حاضرة في رد الفعل الأوروبي على روسيا؟ هي حاضرة لكن ليست أساسية في الرد الأوروبي والبريطاني على على روسيا، لأن هذه الحجة ضعيفة متهالكة، لأن يعني القاعدة هي أن روسيا تتدخل. نعم. في دول أخرى. نعم. لكن إذا أردنا أن نعمم هذه القاعدة، الدول الأوروبية كلها تتدخل في الدول العربية. صحيح. الولايات المتحدة أول ما تدخلت في أوكرانيا ودعمت ما يسمى الثورة ضد النظام القائم. فالحجة الأوروبية والأمريكية بالتدخل الروسي وأن هي السبب لهذا الموقف الجماعي. نعم. ضدها، يعني لا تستقيم كثيرا، لأنهم هم متهمون بنفس هذه التهمة، كلهم متهمون بالتورط في التدخل في الشؤون الداخلية لدول أخرى. طبعا من دون شك كل الدول تريد أن تمد نفوذها إلى مناطق أخرى، وهذا يصطدم مع النفوذ الآخر. جميل. هو هذا المشكل، هو أن يعني
أين يصطدم هذا النفوذ؟ وقتها تبرز يبرز صراع، لكن هذا يتدخل هناك لأموره الخاصة، وهذا هناك بعيد عن الآخر ممكن أوكي، لكن لما يقترب الأمر على سبيل المثال أوكرانيا، الكل يتدخل هناك، هنا فعلا يظهر أكثر الصراع. صحيح. الصراع. لذلك هذه المسألة التدخل أنها هي في خلفية قرار أوروبا وبريطانيا للرد على روسيا هي موجودة، لكنها كما قلت ضعيفة لا وليست هي المحرك الأساسي. لماذا إذن هذا الالتفاف؟ دعنا نقول ما الرسالة التي أراد الأوروبيون؟ لكل له أهدافه، لكل له أسبابه لدعم بريطانيا. الاتحاد الأوروبي هنالك مسألة أساسية. الآن ما هي القضية الأساسية التي تشغل العالم؟ قضيتين أساسيتين، كوريا الشمالية والنووي الإيراني، والباقي والصين من جهة أخرى. الولايات المتحدة لديها مشكلة، يعني الشهر المقبل أعتقد أو في منتصف أيار ترامب سيتخذ قرارا في موضوع النووي الإيراني، وهو يهدد بأنه سينسحب من هذا الاتفاق. أوروبا تعمل جهدها لمنع انهيار هذا الاتفاق، لذلك هي تساير الولايات المتحدة قدر المستطاع في ملفات عديدة كي تمنع هذا انهيار. جميل، سأعود إليك أستاذ وأستاذ محمد كذلك. الآن مشاهدي الكرام إلى موسكو، معي من هناك الأكاديمي والمختص في شؤون الشرق الأوسط الدكتور ليونيد سيو كانين. مرحبا بك دكتور ليونيد. فيما يتعلق بهذا الموقف الروسي تجاه أو الرد الروسي دعنا نقول تجاه هذا الاجتماع الغربي وطرد 109 تقريبا الدبلوماسيين الروس، ما هي الخيارات الروسية في الرد في التعامل مع هذا الموقف الأوروبي؟ طبعا لا شك أنه حتى الآن لم يأتي أي الرد الروسي، ولكن وفقا لتصريحات الصادرة عن وزارة الخارجية الروسية فروسيا لن تترك بدون الرد مثل هذا الخطوات الاستفزازية وغير المودية تجاه روسيا. وإذا أخذنا باعتبار الرد السابق على القرار البريطاني بطرد الدبلوماسيين الروس وكان الرد الروسي بالمثل، فيمكن نحن نتوقع الرد المماثل بالنسبة لهذه الخطوات غير المودية للقرار. طيب دكتور ليونيد، يعني ما الذي جرأ الغربيين على الرد بهذا الحجم وبهذا الكم الهائل من الدول التي تضامت مع المملكة المتحدة؟ يعني التضامن هو واضح، التضامن يعني الأطلسي وتضامن الأوروبي هو واضح بدون أي تفسير بدون أي مناقشة. فهذا القرار ليس بالتضامن مع البريطاني، ولكن هذا تضامن مع الولايات المتحدة قبل كل شيء. فهذا كان يعني الرد الواضح، ولكن لا يعتمد على أي المبررات المعقولة، ولكن التضامن الحل التضامن الجبل واحدة ضد روسيا واضح بالنسبة لنا. هنالك الجهود الرامي نحو المزيد من الضغط على روسيا ومن في كافة الاتجاهات ليس طيب. إلا هذا دكتور ليونيد، يعني هل الرد الروسي فعلا سيكون محسوبا؟ لأن هناك يعني المونديال المهم، وهي محطة عالمية مهمة جدا لروسيا، تريد النجاح فيها بكل قوة وبكل اقتدار، هل سيؤثر ذلك على الرد الروسي تجاه هذه الدول؟ لا أعتقد ذلك. الرد سيأتي بدون شك، الرد المماثل الرد المثل لا شك ذلك. روسيا دولة كبرى، دولة ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن، ولا تستطيع أن تترك مثل هذا الخطوات بدون الرد المماثل. روسيا لا تعدى لهذه الضغوطات لا شك ذلك، وعلى هذا الأساس لا نستطيع أن ننتظر الرد الأقل من القرار الصادر عن الدول الغربية. طيب دكتور ليونيد، هل تعتبرون في روسيا أن هذه الأجواء التي تمر في العلاقة مع الغربيين
هي أجواء فعلا حرب باردة، لأن البعض يبالغ فيقول وكأننا في أجواء تلك الحرب يعني. لا أعتقد أنه ما نشهده حاليا تستحق تسمية بالحرب الباردة. الحرب الباردة كانت في ظروف الدولية الأخرى تختلف تماما عن ظروف الحالية، ولكن لا شك أنه ظروف العلاقات متأزمة، وهنالك طبعا نوع من الحرب الدبلوماسية، ولكن هذا يعني مصطلح ليس به في الحقيقة ولكن كالمصطلح المجاز. يعني القضية لا تكمن في التسمية، القضية تكمن في المحتوى المضمون، المواجهة ظاهرة ملحوظة وواقعية مما لا يستجيب المصالح للطرفين، لا لروسيا ولا للدول الغربية، ولكن اهتمام روسيا في تجاوز الأسماء من أو يعني مصلحة الدول الغربية في تتبيع علاقتها مع روسيا. روسيا لا تحتاج إلى الغرب بدرجة أكثر من حاجة الغرب إلى روسيا. واضح جدا دكتور ليونيد سيوكيانين الأكاديمي والمختص في شؤون الشرق الأوسط، كنت معي من موسكو، شكرا جزيلا على المشاركة. أستاذ محمد، ما تعليقك فعلا أنه الروس سيردون بالشكل المناسب؟ حتى مسألة المونديال بالنسبة لهم ليست مهمة، تنجح ما تنجح، لأنه يقول يعني قيمة روسيا قبل كل شيء، وأن الغرب في النهاية هو أكثر احتياج لروسيا من روسيا إلى الغرب. طبعا النقطة الأساسية أنه طبعا روسيا هي دولة عظمى، لكن الاقتصاد الروسي ليس من طراز القوى العظمى الأولى أو الثانية يعني كالصين أو كالولايات المتحدة. نعم. فالاقتصاد الروسي هو بحاجة للاقتصاد الغربي مما لا شك عليه، وطبعا الاقتصاد الغربي بحاجة للمصادر والطاقة وغيرها من المعادن التي توجد في روسيا. النقطة الأخرى أنه من أجل روسيا، روسيا لا تريد التصعيد، يعني هذا ما صرح به لافروف أصلا، يعني قال نحن لا نريد التصعيد مع شركاء أنا، ووصف بريطانيا بالشريك، لم يستخدم حتى يعني يظهر انزعاجه، بل استخدم أنه شريك ونحن نحاول السيطرة على هذه الأزمة. بالعكس، روسيا حتى الآن لم تبادر بخطوة ملموسة. هل يدل ذلك على فعل شعور بالضعف تجاه هذا الموقف الأوروبي المتوحد؟ يعني خلنا نقول شعور بأنه الخيارات سيئة ستكون يعني بالنسبة لروسيا، على روسيا. يعني هو ليس موضوع صعبا يطرد دبلوماسيين معينين، لكنه ماذا بعد طرد الدبلوماسيين؟ هناك تصعيد سيحصل، وروسيا لا تريد، لأنه إذا لاحظنا شعارات بوتين الانتخابية، هو قال يريد أن خلال هذه الفترة يرتقي بالاقتصاد الروسي، والارتقاء بالاقتصاد الروسي يحتاج شركاء. فطبعا أيضا إذا اعتبرناه من زاوية، يمكن هذا ضعف يؤثر على الجانب الدبلوماسي، يعني الاقتصاد مرة أخرى يتفوق على الدبلوماسية وعلى السياسة، وروسيا لا تريد أن تضحي بمصالح بعيدة المدى مستقبلية مع الدول الأوروبية من أجل طرد دبلوماسيين هنا وهناك، ولو أن فاق عددهم 200 أو 3. يعني هذه تكون عابرة. طيب أستاذ جعفر، فيما يتعلق الآن بالخيارات الروسية، ماذا أمام روسيا فعله؟ فقط طرد دبلوماسيين بنفس العدد بنفس الكمية، أم هناك خيارات أخرى ممكن للروس أن يذهبوا فيها؟ أعتقد في على نفس الشاكلة، طرد دبلوماسيين نفس العدد ربما. تعتمد روسيا سياسة الصبر الاستراتيجي، كما قال زميلي، يعني العلاقات الاقتصادية، المصالح الاقتصادية التي تجمعها مع أوروبا والولايات المتحدة لا تجعلها في وارد أن تصعد. وأيضا أوروبا والولايات المتحدة، أوروبا هي بحاجة أكثر إلى روسيا. هنالك تقارير صدرت خلال هذا الأسبوع في الصحافة البريطانية تصور أن أي إجراء تتخذه بريطانيا أو أوروبا ضد روسيا وكأنه إطلاق النار على القدم قدم. لأن أوروبا هي تحتاج أكثر روسيا من احتياج روسيا إلى أوروبا. الصبر الاستراتيجي الذي تتبعه روسيا نابع، ما هو السبب؟ أعتقد نابع من ثقة ربما زائدة بالنفس وليس عن ضعف. الولايات روسيا، يعني كما لاحظنا خلال الأشهر الماضية، الرئيس الروسي بالتحديد خطاباته الطويلة التي كان واضح فيها أنه يريد إعادة أمجاد روسيا القديمة القيصرية السابقة، ويريد أن يتحدى الغرب عن هذه الأسلحة الدقيقة والجديدة التي يقول عنها.
فهو يتبع هذه السياسة نابعة من ثقة ربما زائدة قليلة عن النفس، لكنها ثقة وواضح أنه يريد استراتيجيا أن يعني يسير بهذا الطريق، ولا يريد أن تقف أمام هذا الطريق الاستراتيجي عوائق مثل قتل العلاقات وغيرها. هذا الاستعراض للأسلحة الجديدة كان قبيل الانتخابات الروسية، لكن مباشرة بعد فوزه أعلن بوتين أنه لن يهتم بتطوير الترسانة الأسلحة الروسية، سيهتم بمسألة داخلية، لن نخوض سباق تسلح مع الولايات المتحدة. رسالة لكن للغرب. نعم لكن بدون شك أن يعني السياسة الاستراتيجية واضحة، هو موسكو تطور أسلحتها الاستراتيجية على كل الصعد. أمس سمعنا تصريحات لجنرالات أمريكيين يحذرون من قدرات الصواريخ الروسية الجديدة التي يعني تعمل عليها والتي تفوق سرعتها 3 مرات سرعة الصوت. فلا، هنالك عمل روسي دؤوب بتأني، ويعني كما قلت بثقة بالنفس من دون أن تشغلهم مسائل مثل طرد الدبلوماسيين. لن تؤدي إلى طرد الدبلوماسيين، لن يؤدي إلى عزلة روسيا. يعني كما أقول لك هذه الأرقام لا تعبر كثيرا عن واقع الحال. هنالك المئات من الدبلوماسيين في كل سفارة في لروسيا في كل العالم، فطرد بعض الدبلوماسيين لا يؤثر كثيرا على يعني الموقع الدبلوماسي. وأيضا نقطة أخرى أريد أن أختم بأن بوريس جونسون يتبجح بأنه شكل طرد الدبلوماسيين ضربة إلى الاستخبارات الروسية. ولا هذا الزمن الذي كان الغرب يعني والاستخبارات كانت تعتمد على الأشخاص والأفراد، الآن مع تقدم التكنولوجيا أصبح التجسس ليس بحاجة إلى أشخاص كثيرين. الانتخابات الأمريكية دليل. نعم. ربما على ذلك يعني. بالضبط. فالتبجح الأوروبي وخصوصا البريطاني لا يعكس واقع الحال فعلا. إذا لماذا يصدر مثل هذه التصريحات؟ يعني تصريحات مشكلة التغطية على لا تصريحات بوريس جونسون شعبوية. كلنا نعلم كالعادة. نعم. منذ نعم. كان رئيس بلدية لندن وهو تصريحاته شعبوية. أستاذ محمد، فيما يتعلق بالرد الروسي قلنا أنه سيأتي، لن يكون سريع، هناك صبر، هذا استراتيجي يعني قد يكون عليه الروس، لكن هناك اشتغال غربي على محاولة دعنا نقول هكذا إذلال ربما روسيا عبر إظهارها إعلاميا أنها غير قادرة وأنها مرتبكة، وأنه حتى هذا الرد ليس كما قال الأستاذ هو نابع عن ثقة بالنفس قد تكون زايدة، لكنه نابع عن ضعف وبالتالي ارتباك ذلك، وبالتالي هذا التأخر دليل فعلا عن ضعف الروس. الروس ما هي الخيارات الآن للتدليل على أنه هذا صبر استراتيجي وأنه نابع من ثقة بالنفس وأن الروس قادرون على أن يردوا بالشكل الذي يناسبهم ويتناسب كذلك مع ما يحصل؟ يعني خلنا نعود قليلا للخلف، حتى قبل عامين منذ بدأت تصفية دبلوماسيين وسفراء روس في تركيا، في السودان، في البروكسل، سفير روسيا في الناتو، سفير دبلوماسي روسي في اليونان، فيتالي تشوركين في نيويورك. أنا قراءتي الشخصية لأن جميع هذه الحالات الوفاة كلها اغتيالات، منها كانت اغتيالات طبعا، ومنه فيتالي تشوركين قالوا توفى، أنا أراه اغتيال رسالة روسية من جانب غربي معين، أنا لا أقول الولايات المتحدة تحديدا، ولا أدري من هو اللي يقف خلف هذه. نعم. يعني الصراع الدبلوماسي مع الروس كان أكثر عنفا، الآن أصبح أقل عنفا. يعني تصفية الدبلوماسيين وصل إلى طرد الدبلوماسيين، فالغرب يريد إذلال روسيا ويريد أن يحجمها بمكانة معينة، والسبب يتعلق، نحن الآن في فترة انتقالية لنظام دولي جديد يعتمد على طاقة الغاز، على الطاقة النظيفة اللي تسمى، نحن في قرن تعدى من سايكس بيكو اللي بني على النفط، الآن النظام الدولي الجديد سيبنى على الغاز تدريجيا. روسيا لديها أكبر مخزون غازي في العالم وأيضا منطقة شرق المتوسط، فكل هذه الصراعات هؤلاء يريدون من روسيا تنازلات في ملفات معينة أخرى. يعني الموضوع لا يتعلق بي والله تصفية كذا شخصية جاسوس، والآن هو انتهى أصلا دور هذا الجاسوس بالنسبة للغرب، هو صحيح. منتهي. يعني يتوفى بسبب التسمم أو يتوفى بدليل يعني طبيعيا، هو لا يهم الغرب يعني بمقدر يضحوا من أجله هكذا علاقات. فالموضوع يتعلق بتنازلات. أنا أشير إلى نقطة وهي نشرت في الإعلام، رئيس شركة روس
غاز بروم الروسية، هو ألماني أصلا من ألمانيا الشرقية وكان يعمل في الكي جي بي. هذا يعني هاي صلات عميقة جدا مع الغرب. فالغرب يريد من الروس تنازلات معينة في ملفات معينة، خاصة ملف الغاز، وأن أوروبا تعتمد ما لا يقل 40% من غازها يذهب من روسيا، وإن اكتمل السيل التركي أو السيل الأزرق ما يسمى فيصل إلى أكثر من 50%. فروسيا لا تريد، أوروبا لا تريد بهذا الشكل تحت رحمة روسيا، وروسيا تتدخل في أوروبا بهذا الشكل، يعني تريد أن تعيد الحوزات التي خسرتها في شرق أوروبا. فكل هذه الملفات هي حاضرة. ضم القرم لا ننسى، يعني روسيا ضمت القرم، روسيا أوكرانيا الآن، إذا روسيا تريد تستطيع أن تجزئ أوكرانيا إلى جزئي شرقي وغربي. فهذه كلها ملفات عالقة ما بين هذه القوى العظمى. جميل. نعم. طيب سأعود إليكم ضيفي الكريمين إلى إيطاليا الآن. معي هناك الكاتب الصحفي سيد سمير القليوتي، مرحبا بك أستاذ سمير. إذن هناك واضح صراع غربي روسي على وقع ما يسميه البعض حرب باردة، ولكن ما تأثيرها بتقديرك على دولة مثل إيطاليا؟ هناك أنباء على الأقل حتى الروس وصلوا إلى إيطاليا، تدخلوا حتى في الانتخابات، لم يتدخلوا بس في أمريكا، حتى الانتخابات الأخيرة في إيطاليا قيل أن الروس كان لهم دخل فيها أو تواصل الأحزاب هناك. ما تأثير فعلا هذا التوتر القائم من الدول الكبرى في أوروبا على إيطاليا وعلاقة إيطاليا؟ الإيطاليين طردوا 2 أو 3 دبلوماسيين كذلك روس. نعم، طردوا 2 من الدبلوماسيين توافقا مع تفاهم جرى في المجلس الأوروبي الذي عقد يوم 23 و24 في بروكسل. نعم. قادة الدول الأوروبية ماكرون والسيدة ميركل المعروفان بتشددهما تجاه روسيا وتجاه موسكو وتجاه الرئيس بوتين بشكل خاص، اتفقوا ضمنا مع بقية قادة أوروبا بما فيهم إيطاليا على طرد الدبلوماسيين تضامنا مع بريطانيا بالرغم من بريكسيت وبالرغم من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وللتدليل على أن بريطانيا هي الحليف الأول ما زالت في القارة العجوز للولايات المتحدة الأمريكية وسياستها. طبعا الحكومة الإيطالية كما شرحت عدة أوصاف اتخذت هذا القرار على مضض، على مضض بكل ما تعنيه الكلمة. لماذا؟ لأن إيطاليا تضررت كثيرا من العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا منذ ملف أوكرانيا وملف الحرب التي دارت هناك والعقوبات الجماعية التي فرضت على روسيا بسبب هذه الحرب. لماذا؟ لأنها أثرت على العلاقات التجارية والاقتصادية بين روسيا وبين فيدرالية روسيا والجمهورية الإيطالية. هناك عدة اتفاقيات حديثة العهد وقديمة العهد، أهمها اتفاقيات الطاقة بين شركة إيني وشركة روسنفت الروسية التي أصبحت تملك العديد من الحقول التي كانت تدار من إيني خاصة في ليبيا، ودخلت في شراكات عدة في منطقة البحر المتوسط التي تهم جدا إيطاليا بالنسبة لقضية المهاجرين. هي ملفات مترابطة، وأخذت عهد إيطاليا من بقية الدول الأوروبية بعدم التصعيد كثيرا في هذه القضية لأن مسببات القضية لا أقول أنها لم تقنع القيادة الإيطالية، بل لأن هناك في مثل هذه الأحوال دائما شكوك لدى الحكومات الأوروبية أن كل جهة تريد شد الماء إلى طرفها. إذن سيد سمير، والدفاع عن مصالح. نعم. بمعنى بما أنه هناك هذا الذي وصفته أنتم بالعلاقة القوية خاصة بين شركات النفط والتنقيب على النفط الإيطالية والروسية، وهناك شراكات في ليبيا وغيرها، هل يعني ذلك أنه لو ذهبت أو أرادت الدول الأوروبية الأخرى تشديد العقوبات والمضي في خطوات أخرى تجاه روسيا، هل ربما وقتها سنشهد، خاصة كما ذكرت بعد ما تضررت إيطاليا من عقوبات على روسيا بسبب أوكرانيا، هل سنشهد تراجع أو عدم انخراط لإيطاليا لو قرر الأوروبيون تشديد العقوبات أو المضي في خطوة أخرى تصعيدية ضد روسيا؟ أنا أعتقد أن الحكومة الإيطالية القادمة ستكون حكومة مكونة من أحزاب عرفت، لا أقول بصداقتها مع موسكو،
بل بتعاطفها مع موسكو، خاصة حركة خمس نجوم ورابطة الشمال. سالفيني المرشح لرئاسة الوزراء زار موسكو والتقى ببوتين، كما زار أيضا دونالد ترامب أثناء الحملة الانتخابية. لويجي دي مايو ووفد من حركة خمسة نجوم أيضا لهم اطلاع على السياسة الروسية، علاقات قديمة وتاريخية بين روسيا وإيطاليا منذ أيام الحزب الشيوعي وأيام الاتحاد السوفيتي، وفي عهد جنتيلوني وهو شيوعي سابق على فكرة، شيوعي متطرف سابق جنتيلوني، بغض بخلاف رينسي العلاقات خفت قليلا ضمن الإطار الأوروبي في التعامل مع روسيا. التعامل مع روسيا جرى في الآونة الأخيرة بطريقة معينة لأن هناك خشية وخوف من تزايد قوة روسيا في العالم، خاصة في الشرق الأوسط وفي تصنيع السلاح وفي السياسة الخارجية. أصبحت شروط اللعبة تختلف تماما عن الحرب الباردة الأولى، لأن هناك الآن تحالف واضح مع الصين وتحالف واضح مع دول في قارة آسيا، وهناك مصالح في إفريقيا وآسيا وكافة أنحاء العالم. هي قضايا مترابطة تفرض على هذه الدول التفكير بطريقة جديدة، ولكننا نلاحظ عودة إلى الأسلوب القديم، خاصة بعد قرار ترامب البدء بسياسة الطرد تضامنا مع بريطانيا. هذه على ما أعتقد إذا جاءت الحكومة الإيطالية الجديدة لن تقبل بعقوبات أكبر، لأن خسائر إيطاليا العام الماضي بلغت 4.5 مليار يورو جراء العقوبات المفروضة على روسيا بعد أوكرانيا. واضح جدا. سمير قريوتي الكاتب الصحفي، شكرا جزيلا لك، كنت معي من إيطاليا. أستاذ جعفر، ما هي أهم الملفات التي تشكل فعلا خلافا عميقا بين روسيا وبين الغرب بصفة عام؟ ليست الملفات الإقليمية كما يتبادر إلى الذهن، هو كما قال زميلي أن الهدف الأوروبي والأمريكي خصوصا هو تحجيم روسيا، لا يريد لروسيا أن تكون قوة كبرى منافسة لهم في الفضاء الدولي. كان في السنوات الماضية في عهد الحرب الباردة كانت هنالك النظام العالمي يتميز بالقطبين، ثم بعد ذلك عندما انهار الاتحاد السوفيتي برز القطب الواحد وهو الولايات المتحدة. على أنقاض هذا النظام المنهار بدأت يتبلور نظام جديد وهو متعدد الأقطاب وليس قطب واحد، ليس فقط الولايات المتحدة، الآن تظهر الصين بالإضافة إلى روسيا وربما لاحقا بعد سنوات الهند، والاتحاد الأوروبي الآن في أضعف حالاته للأسف. فالهدف الرئيسي أعتقد للغرب هو أن يعني أن تشكل نظام عالمي جديد يريد أن يحجم النفوذ الروسي في هذا النظام العالمي الجديد قدر الإمكان. بالنسبة للاتحاد الأوروبي هناك ملاحظة مهمة، يعني صحيح بعض دول الاتحاد الأوروبي فرضت عقوبات وطردت دبلوماسيين من روسيا، لكن هذا ليس قرارا، لم يتم بقرار من الاتحاد الأوروبي صادر عن اجتماع يضم كل الأعضاء. الاتحاد الأوروبي قرر، توسك هو الذي أعلن تفاهم، ليست كل الأعضاء، ليست كل الدول، الدول هي 28. نعم، أريد أن أوضح أن الخلافات داخل الاتحاد الأوروبي أيضا متباين حول هذه النقطة وغيرها، ليس هنالك يعني توحد حول الموقف من روسيا كما قال الأستاذ من إيطاليا. إيطاليا أيضا ودول غير أخرى متضررة من فرض العقوبات على روسيا، وليس من مصلحتها صحيح القيام في هذه السياسة. لكن كما قلت الدول الأوروبية التي قامت بطرد الدبلوماسيين الروس ليس دعما فقط لبريطانيا، هو مسايرة للولايات المتحدة بدرجة أساسية. يعني ليست حرب بريطانيا والأوروبيين، هي بدرجة الأولى حرب الأمريكان مع، وليست الأمريكان عموما، يعني هي مسايرة إدارة ترامب دعنا نقول مع طيب. لكن أستاذ محمد مدحشي، الآن فيما يتعلق بعد هذا التوصيف اللي هو قريب كثيرا من الواقع، وكثير من المحللين يذهبون في نفس الاتجاه أنه خصام وصراع على كونه المستقبل كيف سيكون والنفوذ في العالم،
كيف يمكن الحديث أو على قول نقول استشراف طبيعة هذه العلاقة؟ هل ستبقى بهذا الشكل من الصدام بين أمريكا والأوروبيين من جهة والروس، أم أن هناك نقطة ستصل إليها ستكون نقطة التوازن بين الجميع أو بين الجهتين؟ يعني أنا أشير إلى ملف، لأن هي ملفات عديدة متشابكة، أهم ملف هو ملف الطاقة. الصين على أعتاب إنجاز أعظم مشروع للطاقة في العالم بقيمة 400 مليار دولار مع روسيا لشراء الغاز. الولايات المتحدة تريد تبيع غازها المسال للصين أيضا، وهناك منافسة حول حصص هذه الحصص. يعني هذا مسرح طرد الدبلوماسيين، أو هناك ملف أو أوكرانيا، هذه الملفات هي طاولات للنقاش من أجل ملفات أخرى لا يريدون أن يحكوا بها علنا للعلن، ويتصارع حولها، يقول والله أنه أنا أتصارع مع روسيا من أجل حصتي في الصين مثلا، أو حصتي في الهند من سوق الغاز أو من أي سوق آخر. فهم لا يريدون أن يتحدثوا بالعلن للجميع البشر، فيخلقوا أزمة هي فرعية ونراها في غير أهمية، ونرى أنه تضامن يحصل من أستراليا من شرق العالم إلى غرب العالم من أجل تصفية شخص واحد. يعني هناك يسقط الملايين والآلاف باليوم في مناطق عدة في العالم، ولا أحد يتحدث بهم من أشخاص مهمين وأشخاص غير مهمين. يعني تقول أنت ما حصل لا يتطلب كل هذا الحشد، يعني لا، هو شخص تم تصفيته في نهاية المطاف، يشكلوا محكمة ويصدروا قرار وانتهت. يعني قتل الملايين في سوريا والعراق وشمال أفريقيا وليبيا واليمن، ولا أحد تحدث عنهم، ولا طردوا دبلوماسيين، ولا دبلوماسي واحد. يعني لا أريد أقول تحديدا ملفات الشرق الأوسط وباقي ملفات، يعني ملفات الشرق الأوسط ليست حاضرة، هي حاضرة ليست مهمة، يعني هي في الدرجة الثانية أو الثالثة، يعني ليست في الدرجة الأولى. بمعنى يعني نحن صراع في سوريا مثلا ليس أحد جوانبه هذا؟ أكيد الصراع السوري من أهم الصراعات الدولية وليس الإقليمية فقط. لأن سوريا تقع في جغرافيا حساسة للغاية، تمر منها أنابيب الغاز، وأهم من ذلك طريق الحرير الصيني الذي الصين تريد تمده باتجاه أوروبا. وهذا يعني إذا استطاعت الصين أن تمد هذا الطريق، روسيا ستخسر حوزات نفوذ، لأن الدول المتحالفة مع روسيا إذا أرادت أن تستبدل حلفها مع روسيا ستبدله مع الصين بسبب القرابة الفكرية والسياسية والمنهج. وأيضا الولايات المتحدة ستخسر حوزات نفوذ يعني لصالح الصين، ستذهب لصالح الصين. فالصراع في الشرق الأوسط هو في أهمية قصوى بالنسبة لهذه الدول، لكن على هذه تحديدا هذه الطاولة أنا أرى أن الصراع الشرق الأوسطي هو صراع ثانوي أو بالمرتبة الثالثة بعد الصراعات الأخرى فيما بينهم، خاصة ما يتعلق بأوروبا. النقطة الأخيرة وأختم بسرعة بعجالة، أوروبا الآن في أضعف حالاتها، وهي على وشك الانهيار كما يصرح الغربيون أنفسهم في مواقعهم في تحاليلهم جميعا، أنه إذا استمر الاتحاد الأوروبي بهذا الشكل سينهار الاتحاد. منها العمود الثالث الأهمية في هذه الحكومة الجاية في أوروبا هي أكثر تباعدا عن فكرة الاتحاد الأوروبي والأوروبا الموحدة بهذا الشكل، اليمين، جماعة اليمين الذين صعدوا. فكل هذه أيضا الأوروبيين يريدون نقطة أخرى، نحن يجب أن ننتبه، يريدون أن يحافظوا على أنفسهم حتى يبعدوا شبح الانهيار منهم، لأن روسيا أيضا تعمل على، يعني منطقا روسيا تعمل على انهيار الاتحاد الأوروبي، لأنه المنافس كبير لها، تتعامل كأجزاء مع هذه الدول بدل ما تتعامل معك اتحادية. هذه أفضل لروسيا وأكثر امتيازات لها، يعني تحصل على امتيازات أكبر. طيب أستاذ جعفر، في هذا الإطار الذي تحدثنا فيه الآن، كيف تستشرف طبيعة العلاقة في المستقبل الآن بين الروس وبين الأمريكان بالأساس؟ يعني هنالك عوامل عديدة تتعلق ربما ليس فقط مباشرة بهذه العلاقة. الولايات المتحدة للأسف هنالك إدارة شعبوية تفاجئ المراقبين بقراراتها التي يعني غير لا توصف إلا بغير متوازنة. الآن فرضت ضرائب على الصين. فرضت ضرائب على استيراد الصلب والألمنيوم من كل العالم باستثناء عملت استثناءات. فالسياسة الأمريكية هي عامل رئيسي يحدد نوع العلاقات التي ستستقر عليها لاحقا. في إطار هذه السياسة، يعني تعيين هذا رئيس CIA وزير الخارجية، وهذا الرئيس الجديد بولتون للمدير الأمن القومي، هاي رسالة يريد؟ يعني هؤلاء الناس يقال أنهم من أشد الأعداء
للروس على سبيل المثال. لكن صحيح ليس يعني بموضوع الروس، اعتقد دونالد ترامب الرئيس الامريكي نشعر انه يريد ان ياخذ صفقه مع ترامب مع بوتين هكذا. نعم نعم، منذ البدايه هذا هو الامر، لكنه اصيب بخيبه بسبب مزاعم تدخل الروسي في الانتخابات. اما الصقور في ادارته فهم نسخه عن ترامب جميعا، مثل ترامب يعني ترامب كما يريد اشخاصا مثله. نعم. الوزراء السابقين الذين استبدلوا نعم. لم يكونوا حمائم، كانوا صقورا، لكن بعضهم كان يناقش، كان دبلوماسيا سياسيا اكثر، مثل تيلرسون مثلا. نعم. لكن بولتون هو من اشد الخصوم لايران مثلا، يخشى انه يؤثر على قرار ترامب في موضوع ايران. ايضا استبعد ان تصل الامور الى قطيعه وشن حرب كما يتوقع الكثيرون، لان رغم ان ترامب شعبوي ورغم ان قراراته تفاجئ كثيرا، لكن بعض العقلاء بالمؤسسه الامريكيه لابد يدركون ان الدخول في اي حرب ليست سهله كما يتصورون، كما جرى في العراق سابقا. في العراق كان امر اخر، لم يعد التدخل العسكري مجديا ومربحا كما كان في السابق. نعم، هناك نوع جديد من الحروب. نعم. طرق جديدة كذلك. أستاذ محمد مدحجي، فيما يتعلق دائما بهذا الصراع والخلاف الروسي الأمريكي، هل أنه سيبقى فعلا كما قلنا منذ البداية في سقف معين، أم أن ربما تحصل أشياء في ملفات معينة تدفع به إلى القطيعة بين الطرفين؟ أنا لا أتوقع أنه الصراع الأمريكي الروسي أو الحالة العلاقات الآن متواجدة بين روسيا والأمريكا ستصل إلى قطيعة. الولايات المتحدة تعتمد سياسة واضحة بغض الطرف عن الحاكم الرئيس، أقصد تفرض ضغطا وتأخذ تنازلات وتعقد صفقة. ما حصل مع كوريا الشمالية واضح، هددوا وأرسلوا 3 حاملات طائرات وعشرات السفن الحربية ونقلوا 20,000 قوات خاصة إلى هناك، والكل قال نحن على اعتاب حرب عالمية مع تركيا، مع كوريا الشمالية نووية. وفجأة يعني يحصل شيء لم يحصل خلال العقود الماضية كلها، خلال 50 عاما الماضية التي تلت الحرب الكوريتين. يعني الآن رئيس أمريكي يجلس مع رئيس كوريا الشمالية الذي يعتبر قاتل مجرم ديكتاتور، وهذه التوصيفات العريضة الطويلة الذي الغرب يستخدمه للرئيس الكوري الشمالي بغض النظر من هو التسمية. نعم. هذا شخص أو ذاك. فنرى أنه الولايات المتحدة تستعمل ملفات، تشعل ملفات أزمات معينة من أجل ضغط وأخذ تنازلات. مثلا الصلب أشار له زميلنا الكريم، الصلب هو أساس تأسيس أوروبا، الاتحاد الأوروبي اقتصاديا. ترامب يستهدف العمود الفقري الاقتصادي للاتحاد الأوروبي وأيضا الصيني نفس الشيء. وما مصلحته في ذلك؟ مصلحته يأخذ تنازلات. الآن الولايات المتحدة وقالها وزير الطاقة الأمريكي، قالها للصينيين إذا تريدون أن نرفع عليكم الضرائب فاشتروا غازكم من عندنا، بالحرف الواحد دون مجاملة، يعني دون أي لف وأي دوران، بهالصراحة قالها للصينيين، تريدون نرفع عليكم الضرائب فرضناها على كذا صلب الألمنيوم وغيره، اشتروا بدل ما تشتروا غازكم من هنا ومن هناك اشتروه من عندنا، وخففوا وقللوا الفارق التجاري 400 مليار دولار إلى 100 مليار دولار من خلال شراء الغاز. يعني الولايات المتحدة تفتعل هذه الأزمات لتأخذ تكسب مكاسب وصفقات معينة، تحاول أن تكون رابح، يعني لا أقول أن الصين تخسر والولايات المتحدة تربح. تقول للصين بدل ما تشتري مثلا من إيران وقطر اشتري من الولايات المتحدة الغاز، نحن الآن أصبحنا مصدرين للغاز، تريدون نستورد منكم الألمنيوم والصلب اشتروا غازنا، يعني بهذا الشكل. إلا في الاتحاد الأوروبي أستاذ جعفر، الآن يعني خلاص يعني السنة القادمة ممكن تخرج بريطانيا، وبالتالي وكان هناك موقف متشدد، موقف يعني غاضب من الاتحاد الأوروبي بسبب التصويت على الخروج. والكل كان يعتقد أنه حتى العلاقات ربما ستتوتر بين الطرفين، لكن يبدو أنه ما حصل الآن وهذا التضامن وكأنه يعيد نوعا ما أو يربأ هذا الصدع الذي حصل. هل فعلا أوروبا تخشى فعلا من خروج بريطانيا، من أن تصبح فعلا ضعيفة مستهدفة، ممكن أي واحد يستطيع أن يعني يتصرف فيها سواء كان الروس أو حتى الأمريكان أنفسهم؟ بالتأكيد إذا لو كانت بريطانيا في الاتحاد الأوروبي كان موقع أقوى، إذا سحبت فرنسا سيكون موقف أو ألمانيا الموقف أضعف.
لكن دعني أقول لك طرد الدبلوماسيين ليس تضامنا مع بريطانيا بقدر ما هو تضامن مع الولايات المتحدة. هذا أولا. ثانيا، رغم أن بريطانيا كانت موجودة داخل الاتحاد الأوروبي، البعض كان يعتقد أن بريطانيا هي حصان طروادة أمريكي داخل الاتحاد الأوروبي. يعني عندما شنت الولايات المتحدة الحرب على العراق لم تجد إلا بريطانيا توني بلير معها. ولم تكترث الولايات المتحدة إلى أي حليف آخر باستثناء بريطانيا أيام توني بلير. فرنسا وقفت خارج الحرب ضد الحرب صحيح. وحتى تركيا الحليفة في الناتو لم تسمح للولايات المتحدة باستخدام الغريب في الأمر سأسافر أن الروس كانوا مع الأمريكان في الحرب على صدام. يعني كانوا مع الأمريكان في الحرب على صدام في 2003. يعني الروس هنالك مصالح، يعني يلعبون لعبة المصالح. هم حرب لم تسؤنا، هذا هكذا يقال، فلم نعارضها. لكن واضح أن هذه أقول أن الولايات المتحدة هي الآن القاسم المشترك في كل العلاقات الدولية والخلافات والصراعات الدولية بسبب رعونة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بسبب سياساته الحمائية، بسبب نظرته إلى العالم، إلى الآخر المختلف. لا نعرف كيف ستتبلور العلاقات بين بريطانيا وأوروبا مع روسيا، لأن هذا متعلق أيضا بالقرار الأمريكي بكيف ستتوجه الإدارة الأمريكية لاحقا. سننتظر قليلا لنعرف الرد الروسي على القرارات الأمريكية والأوروبية، والرد الأمريكي والأوروبي على الرد الروسي. بانتظار ذلك أعتقد أننا يجب أن لا نقلق كثيرا من احتمال تطور الأمور إلى قطيعة بين هذه الدول. يعني الأمر سيبقى على ما هو عليه الآن، وهذا أقصى ما يمكن أن يفعل. يعني ستكون طاولة للمفاوضات سرية أخرى حول ملفات أخذ وعطاء معين، وبعدها ستنتهي. نحن لاحظنا 6 دول هددت بأنها ستنسحب من المونديال القادم. لكنه هل سيتم تفعيل ذلك؟ أنا لا أرى أنه سيفعل وسيغيب عن المونديال. بل هذه رسائل للجانب الروسي، إذا تريدون أن تستنفعون من المونديال، والجميع يقول أن المونديال فيه عشرات المليارات الدولارات اقتصاديا للدولة المستضيفة، فعليكم أن تعطونا في ملفات أخرى، كما حصل وأشرت حضرتك لحرب العراق. الروس بينما كانوا الروس من أقرب للنظام السابق العراقي، لكنهم بسبب أخذ صفقات أخرى تم عقدها، والحديث عن 20 مليار دولار تم صفقة لصالح روسيا رفعت يدها عن العراق، وحصل ما حصل في العراق في 2003. شكرا جزيلا لكما الأستاذ جعفر الأحمر والأستاذ محمد المذحشي، شكرا لكم على قبولكم الدعوة. الشكر موصولا إليكم مشاهدي الكرام على حسن المتابعة. موعدنا في لقاءات أخرى. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.